بسم الله الرحمن الرحيم. واش ما كي كتشوف شي عبد الكريم انه مع طول المدة طال الامد تقسو القلوب وكتخمد ديك الهبة ديال الحب، حب التقرب من الله سبحانه وتعالى، وكاين لي شي عادي مثلا في الصلاة ديالنا في كل صلاة كنقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عرفتي فين علقتي الهمة ديالك؟ لو كان كنا كنحضروا الصلاة ديالنا فين علقتي الهمة ديالك؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين علقتي الهمة ديالك بالناس الكبار من الأنبياء والرسل، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الصديقين الشهداء الصالحين، كطلوا هادشي يهدينا ورينا الطريق ديالهم، طلبتي شي حاجة كبيرة، ولكن لما كتولي الصلاة يعني أوتوماتيكية هكا بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما كنحضروا شي وما كنعرفوش شنو كنطلبوا، فكان كيوقع واحد الخمول هكذا، خصنا شي حاجة اللي تبرز من ذاك الخمول باش هو الإقبال هو اللي كنقلبوا عليه، كي نديروا هذا الإقبال هذه، نفهموا الدين ديالنا، نفهموا الدين ديالنا فهم قانوني، الحلال والحرام، هذا شيء ضروري، إذا ما كناش نزيدوا نتقدموا ولا حبنا الله تعالى ولا نكونوا مسلمين، إذا ما عرفناش حدود الله تعالى سبحانه وتعالى، نعرفوا هذه حلال وهذه حرام. وهذه الشبهه نتعدوا عليها، وهذا هو اللي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء اللي كان، واش غير هذا الشيء اللي كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ يعني فرض عليا فروض هذه درتها والسلام عليكم، يعطيني الاجاره ديالي في الجنه، ويجي يحاسبك ما يعطيك لا جنه ولا. كان قولوا بانه راس الامر كله هو الصحبة، والصحبة لما هنجيو نفصلوها نرجعوا لشعب الإيمان، شنو فيها؟ حب الله، حب الله، حب الله هو الهبة القلبية. شوف القلب ديالي واش كيحب الله تعالى، بغا يتلاقى مع الله تعالى، بغا يستعد للقاء الله عز وجل، يذكروا معناها يذكروا يتذكر لقاء الله، اذكروا الله يعني اذكروا لقاء الله، تفكروا واعلموا انكم ملاقوه، واعلموا عرفوا انكم ملاقوه. فهي ما كانش هذه العلاقه القلبيه اللي هي المحبه، الحب، حب، حب الله والحب في الله، حب الله والحب في الله، هناك هذه الصحبه ديال البشر بعضهم مع بعض. على اساس اش بيني وبينك؟ كنحبك لاش؟ لله، معناها حبك لله، حبك في الله، يعني باش تقرب الله سبحانه وتعالى. شوف شي واحد اللي كيحبوا الله سبحانه وتعالى ونحبوا انا، بذاك المغناطيس ديال المحبه يجرني حتى انا، نكون محبوب عند الله سبحانه وتعالى. إذا ما كانت الرابطة القلبية ما كاين والو، يبقى الإنسان خامد جامد، يعيش واحد الإسلام كم موروث ومألوف وصافي، خص واحد الجذوة، واحد شي حاجة، شي حاجة تشعل، شي شعلة هكذا، تشعل ديك المحبة هكذا، الشوق لله سبحانه وتعالى. كتجي واحد الهبة ديال النسيم إحساني، ولكن ما كتدومش كتمشي حال، ولكن باش يبقى عندك ذاك الشوق الله سبحانه وتعالى، ذاك المحبة الله دائما، هي اللي كتكلم لك، هي اللي كتكلم فيك، هي اللي كتكلم بك، إوا هذا اللي خص. هو الإنسان إذا ما كانش عنده نصيب من محبة الله سبحانه وتعالى والشوق الله سبحانه وتعالى، ما
إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. واش الله سبحانه وتعالى كيقول لك أنا قريب ويسألك عبادي يعني فإني قريب، ماشي قرب الأجسام، لأنه الله تعالى ماشي جسم، أنا جسم، جسم وروح. إذا سألك عبادي عني بغوني أنا موجود قريب، إن صدقوه ولا ما صدقوش صدقوه. كاين اللي صدقوه قال لك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي اللي يجي من بعد القرآن، إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، أسكت تقرب ودعوني غير قول يا ربي فيك، ها موجود الله تعالى موجود فيك. أحسن تعاونوا مع الله سبحانه وتعالى بهذا بهذا الإيمان الحي، ماشي بواحد الإيمان بيننا وبين الله سبحانه وتعالى سدود وحيطان وشباك ومسافات هذه زي الناس باش اللي أعبده كأنني أراه خصني نصدقه، غير نصدقه اللي قالها لي نقول له إياها لا كاينه وأعمل عليها. إني فإني قريب، الله قريب. وجيب دعوة الداعية دعاني يا ربي، قال لك يا عبدي لبيك يا عبدي واطلب اشنو بغيتي، بغيتي غير شي حياة الدوية ايوا يعطيك الله تعالى، بغيتي شي حاجة ضرورية لك يعطيك، ولكن خص الضرورية هو. كان واحد من هاد الصالحين من هاد المشايخ الكرام رحمهم الله قالوا لا بد من طعام، لا بد من طعام، كم جاو قالوا لا بد من الله، خصنا الطعام خصنا، قالوا خصنا الله، فين يكون فيك الجوع ديال الله سبحانه وتعالى، يكون فيك الشوق، يكون فيك الحقابة، يكون هذا الشيء هذا خصو واحد اليقظة. وبعد من المناسبة نقول نذكر الإخوان بدعاء الرابطة، دعاء الرابطة هذا من الشيء اللي كي يعاونك. الناس مشاو حبوا الله وحبهم الله سبحانه وتعالى راهم في الدار الآخرة، وكيجيو يخبروك شنا ما وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وعدتم ولا لا، هنا أصحاب الجنة أصحاب النار وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ولا لا. فدعاء الرابطة كيربطنا بخيك، ولكن انت ماشي هادشي اللي كي يسيطر عليك من الهموم ديال الدنيا، شي كله ما فيهش الله تعالى، ما كاينش، كلها سدول هكذا بالجدران بينك وبين الله سبحانه وتعالى.